ما يجب أن تعرفه عن لسعة النحلة؟ تعتبر لسعة النحلة حالة شائعة اختبرها معظم الأشخاص، أما ما يصاحبها من أعراض فتحصل نتيجة لإدخال السم المحتوى على نوع من البروتين إلى الجسم، وهذا ما يولد تهيج المنطقة المصابة. وعلى الرغم من الألم الناتج عنها والإزعاج الذي تسببه، إلا أن معظم الحالات لا تحتاج إلى رعاية طبية، وإنما يتم علاجها منزليا. أما إذا كان المصاب يعاني أصلا من حساسية تجاه لسعة النحلة، أو إذا ما لدغ لمرات عدة، عندها قد تظهر عليه أعراض أكثر حدة، ويلزم بذلك طرقا أخرى للعلاج وبشكل طارئ. وتشير إحدى الدراسات إلى أن حوالي 3% من الأشخاص الذين تعرضوا للسعة النحل ستولد أجسامهم رد فعل تحسسي، كما أن حوالي 0.8% من ضحايا لسعة النحل سيعانون من حالات تحسس شديد مما يهدد حياتهم فيما يسمى بالحساسية المفرطة، ويكون البالغون أكثر عرضة لمثل هذه الحالات، كما أنهم قد يعانون من مضاعفات خطيرة على حياتهم أكثر من الأطفال. تتفاوت ردة فعل الجسم للسعة النحل ما بين ألم مؤقت وخفيف إلى رد فعل تحسسي شديد، ويتم تقسيم الأعراض الناتجة عنها على النحو التالي: رد الفعل الخفيف، ورد الفعل المتوسط، ورد الفعل الشديد. يعتمد علاج لسعة النحل بشكل كبير على شدة رد فعل الجسم، ومن الضروري معرفة أنه لا وجود لمضاد مخصص للسعة النحلة. وهذه بعض الطرق التي تستعمل لعلاج لسعة النحلة. أولاً، تجنب التعرض للدغات إضافية، وذلك بارتداء الملابس الواقية والخروج من المنطقة التي تكثر فيها هذه الحشرات، ثم التخلص من بقايا إبار النحل العالقة في مكان اللسعة، إذ ينصح العديد من الأطباء بكشط المنطقة المصابة بأي أداة نظيفة حتى لو كانت بطاقة ائتمان، إذ أنه من الضروري التخلص من الإبر مهما كانت الطريقة. يمكن أيضا أن تضع قطعا من الثلج على المنطقة المصابة، وذلك لمدة 20 دقيقة كل ساعة حسب الحاجة طبعا، إذ يساعد ذلك على التخفيف من الألم والتورم. ويجب عدم وضع قطع الثلج بشكل مباشر على الجلد، وإنما ينصح عادة بلفها بقطعة قماش. تناول بعض الأدوية قد يخفف من أعراض لسعة النحل، كتلك المحتوية على مضادات الهيستامين مثل دايفين هايدرامين، وذلك للتخفيف من الحكة، أو تناول مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والإستامينوفين. يجب كذلك غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون، بالإضافة إلى وضع المراهم المحتوية على المضادات الحيوية على مكان اللدغة. يجب على المصاب أخذ جرعة لمطعوم الكزاز خلال 2 أيام من تعرضه للدغ، وذلك إذا ما مر أكثر من 10 سنوات منذ أخذه لآخر جرعة منه. أما إذا عانى المصاب سابقا من رد فعل شديد نتيجة لتعرضه لسعة النحل، فيجب عليه مراجعة الطبيب فورا، ولكن قبل ذلك ينصح بتناول مضادات الهيستامين مثل دايفين هايدرامين بأسرع ما يمكن. وإذا ما ظهرت عليه أي أعراض للحساسية، فينصح بأخذ حقنة الإنيفرين كإسعاف أولي إذا ما صرفت سابقا من قبل الطبيب. وفي حال ظهور أعراض خفيفة كطفح جلدي أو حكة تشمل الجسم بأكمله دون وجود أي مشاكل في التنفس أو اضطرابات في العلامات الحيوية للجسم، عندها قد يتم إعطاء مضادات الهيستامين أو مركبات ستيرويد، كما قد يتم اللجوء إلى حقن الإبينيفيرين في بعض الحالات. وحتى إذا ما زادت الأعراض حدة مثل ظهور مشاكل بسيطة في التنفس، فقد يتم عندها إعطاء تلك الأدوية جميعا على شكل حقن. ويلزم كذلك مكوث المريض بالمستشفى لوقت أطول لمراقبة أي تغييرات تحصل على حالته الصحية. أما إذا ظهرت أعراض تدل على الإصابة برد فعل تحسسي شديد مثل انخفاض ضغط الدم أو انسداد المجاري التنفسية، عندها قد تتهدد حياة المريض، وقد يتضمن العلاج عندها وضع أنبوب في القصبة الهوائية للمساعدة على التنفس، بالإضافة إلى إعطاء حقن مضادات الهيستامين والستيرويد والإبينيفرين. وقد يعطى المريض أيضا سوائل عن طريق الوريد، وقد يتم إدخاله في بعض الحالات إلى قسم العناية الحثيثة في المستشفى.